الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمنا برب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصلي عليه. اله العالمين ذکر اذکار محفل پاک قران خانی نعت خانی درود و سلام جو لنگر شریف دا اہتمام کیتا گیا اور حضور دے غلاماں دی زبان وچوں پاک حسین جملے نکلے نے میرا مالک سب نو قبول فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ وچ ہدیت نقیدت محبت الفت عشق تن پیش کرنے قبول فرما. حضور دے والدین ماجدین بیٹے بیٹیاں ازواج مطہرہ تم المومنین پنجن پاک 124,000 پیغمبر انبیاء کرام صحابہ کرام صحابیات تبع تابعین امامین حمامین سید و شہداء امام علی مقام جانی ساران اہل بیت عالم اسلام دے تمام شہیدان دی بارگاہ پیش کرنے اللہ قبول فرما. بالخصوص جملہ کلام پاک ذکر اذکار محفل پاک حاضر تمام اہتمام دا ثواب فتح خان مرحوم مغفور دی روح نشال کرنے اللہ قبول فرما. اس گھر دے جو بھی فوج سرگان ہیں چھوٹے بڑے سب دی ارواح نو پیش کرنے ہیں قبول فرما. اے اللہ جتنے میرے آقا دے غلام ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں جس کسی دا کوئی بھی دنیا تو پردہ کر گیا ہے سب دی ارواح نو پیش کرنے ہیں قبول فرما. اے اللہ بلا حجی صاحب اور انہاں دے بچیاں دی انہاں دے رفقا دی اس کاوش نو اس محنت اس محبت نو اپنی بارگاہ عالیہ وچ قبول فرما. اے الہ العالمین جتنے حضور دے غلام دور نیڑے چل کے آئے نے قدم قدم دے اوتے درجے بلند فرما. اس پاک محفل دا صدقہ سارے دے گھراں نو آباد و شاد فرما. اگر کوئی بیمار ہے تو حضور دی زلف دے کنڈل دا واسطہ شفا عطا فرما. کوئی بے اولاد ہے تو حضور دے میلاد دے وچ اس نو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. کوئی پریشان حال ہے اس دی پریشانی دور فرما. اے اللہ
ہے جو وبا پھیلی ہوئی ہے ساڈا ملک تباہ و برباد ہو گیا میرا مالک اس وبا تو سانو ساڈے ملک نو محفوظ فرما عالم اسلام نو محفوظ فرما اے اللہ غیرت مند شرم و حیا والا لیڈر عطا فرما غریب پرور حکمران عطا فرما اے اللہ پیارے محبوب دا صدقہ مکہ شریف اور مدینہ شریف دی خیر فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وال بیتہ اجمعین.